دكتور وصفي أمين وصف، رئيس شعبة اتحاد الغرف التجارية السابق، وحاليا مستشار شعبة الذهب باتحاد الصناعات المصرية. كنا هنتكلم عن أسعار الذهب. أسعار الذهب النهاردة فيها شيء من الهبوط. جرام الذهب العيار 21 سعره 1050 جنيه، ولكن امبارح كان 1060، واحنا بقالنا 3-4 ايام في هبوط، والهبوط ده موازي لهبوط الاسعار في البورصات العالمية الخارجية. ده اللي احنا بنتكلم فيه هو الذهب عيار 21، وده الشائع للاستخدام، ولكن في اعيار تانية بيتم تداولها هنا في مصر، وهي العيار 24 وده سعره 1200 جنيه، والعيار 18 وده سعره النهاردة 900 جنيه. أسعار اللي أنا بتكلم فيها هي أسعار الذهب الخام المتداول، بيضاف عليه أجر التصنيع في حالة ما تكون الشيء المطلوب من الزبون هو مشغولات ذهبية للتزين، ودي بتختلف من منتج لمنتج على حسب وزنها وجودة صناعتها، ويعني حاجة حديثة في الموديل بتاعها، ولا حاجة موديلها متداول من وقت طويل. في كمان سبايك بيتم تداولها، والجنيهات سبايك عيار 24 والجنيهات الذهب عيار 21، ودي بتبقى أقل في أجر الصناعة منها في المشغولات الذهبية. على مدار السنوات الماضية دايما الذهب لو جيت تقارن سنة بسنة بيبقى السعر أعلى من السنة اللي قبليها، وإن كان على مدار مش هقول على مدار السنة، إن كان على مدار اليوم الواحد الأسعار بتطلع وبتنزل وبتتفاوت زي موج البحر، شوية عالية وشوية بتنخفض، ولكن المحصلة على المدى الطويل دايما بتبقى ارتفاعات قد تصل إلى 20% زيادة سنوية، وده كلام ما بيدبهوش أي وعاء ادخاري آخر. عشان كده بيقال إن الذهب ده مخزون قيمة، يعني بتحتفظ بالقيمة بتاعته وبيزيد كمان على مدار المدد الطويلة، وعشان كده في ناس كتير بتفضل انها تحط مدخراتها في ذهب، اما انه يكون سبائك او جنيهات، واما انه يكون مشغولات، وفي حالة المشغولات يبقى بيجمع بين مستين ان هو يتزين بيه وبيحتفظ بالقيمة اللي هو دفعها وبيحصل على زيادات اسعار. طب احنا عايزين نوضح كده مشاهدينا، ايه اسباب الارتفاع والانخفاض بسرعه؟ شوف، عايز اقول لحضرتك الذهب هو العمله العالميه على مستوى العالم ككل، ما هو وبيخضع بقى لاسعار البورصات العالميه اللي بتتحكم فيها الاحوال الاقتصاديه والاحوال السياسيه، وهو في العالم ككل دايما سعره سعر موحد او متساوي، لان كل الدول بتقتدي بسعر الذهب في البورصات العالميه وتترجمه للعملات بتاعتها ويتم التداول بناء عليه. طب ظهر في الفتره الاخيره على السوشيال ميديا ان مع ارتفاع اسعار الذهب بدا الناس اللي هم ايه يقول لك بدل ما نشتري ذهب عشان نجيب على الزواج والخطوبه والكلام ده، قال لك هنلجا للفضه. والله هي مش استثمار، ولكن ضغط انفاق. يعني النهارده جرام الذهب بنتكلم في 1050 جنيه او 900 جنيه للعيار 18، جرام الفضه يمكن 20 جنيه ولا بتاع، فهو بيجيب هديه ولكن كلها 400-500 جنيه، ولكن برضه ثقافه المصريين للمقبل على الزواج ما ينفعش انه يقدم شيء 400-500 جنيه في ظل يعني مقبل على الزواج ما معهوش ما يشتريش ما يتجوزش. طب
تنصح المواطنين بايه بقى؟ انا انصح المواطنين ان هو قبل ما يقبل على شراء الذهب كاستثمار، ان لم يكن بمبالغ زايده عن الحاجه يعني ما يشتريش، لسبب ان هو لو بيشتري النهارده ومعتبر ان خلال فتره بسيطه يقدر يتصرف فيها ويجني ارباح، لا، جني الارباح في الذهب عايز المدد الطويله. سيادتك بقى في الفترة دي أو الفترة القادمة، هل يستقر سعر الذهب؟ هو في الأسبوعين ثلاثة اللي احنا فيهم يعني أي نعم هو زايد عن السنة اللي فاتت، ولكن نعتبر إن هو في مرحلة هدوء. لو حصلت أي مناوشات ولا أي حروب ولا أحوال اقتصادية أساءت أكتر من كده، مش بقول ساءت أكتر من كده على مستوى مصر، انا بتكلم على مستوى العالم، لان احنا بنتكلم عن اقتصاد عالمي مفضوده على الذهب، هيزيد الذهب تاني. انت شايف حضرتك سعر الفايده دلوقتي اما زاد، هل اثر على سعر الفايده اسعار الذهب؟ والله ده استثمار وده استثمار. اللي بيستثمر في البنك ده شخص بيستثمر عشان يجي اخر الشهر يلاقي مبلغ أرباح يعني يستند عليه مع دخله لمواجهة متطلبات الحياة، إنما زي ما قلنا استثمار في الذهب ده عايز النفس الطويل، وعايز واحد يغني الأرباح مرة كل سنتين، مرة كل سنة، مرة لما يستشعر بأنه هو دلوقتي العائد اللي جايله يقتنع بيه فيقوم يبيع في التوقيت ده.